بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة في فيديو جديد من فيديوهات امتحان 37. هنا بنقوله لويز بتقول زوي أنت عارفة أن ده عيد ميلاد والدتنا الأسبوع القادم 60 سنة، ويجب أن احنا نعمل حفلة جميلة. انت عارفة عندك فكرة؟ زوي طبعا اختها لان عيد ميلاد امنا. طيب نستطيع ان احنا نتغدى شيزال عندها كلنا افيك لي زونفو مع الاطفال. فقالت لها ايكوت اسمعي، انا عندي فكرة كويسة، احنا نحجز في مطعم وبوردو لامير على شاطئ البحر، الاطفال هيلعبوا في الحديقة وبعد كده نتغدى وهنعمل نزهة بالسيارة. فزوي قالت لها فكرة كويسة بوني دي، تمام. ما اون بولوي اوفرير، ولكن احنا عايزين نقدم لها هدية. قالت لها شكر، وانا بعتقد ان هي بتحب كتير الكلاب وهي بتعشق الحيوانات. قالت لها كلب الفولو سورتيلو ماتالو سوار، يعني يجب ان تخرجه عليها، يعني هي المفروض انها تخرجه الصبح ونبقى بالليل. انا بعتقد ان هي بتحب ان هي يكون عندها آلة تصوير لانها بتحب التصوير والمناظر الطبيعية، مناظر الخلابة يعني. قالت لها دي فكرة جميلة، فكرة ممتازة، بونجورني يعني يوم سعيد. لويز تريد احضار ايه لوالدتها؟ يعني تجهيز ايه؟ حفلة، حفلة، تجهيز حفلة لوالدتها. لويز اقترحت ان هي بتقول احنا عايزين نعمل لها حفلة جميلة. الام سوف تحتفل بعيد ميلادها امتى؟ الاسبوع القادم. يبقى دون زين سومان في خلال ايه؟ اسبوع. دون زين سومان في خلال اسبوع. زوي بتقترح شراء لوالدتها، يعني زوي قالت بقى ايه نشتروا ايه لوالدتنا؟ فهي قالت كلب، نشتروا افارانشيا فيما كلب. زوي اقترحت ان هي تحصل على كلب. الام بتحب كتير الفوتوغرافي، التصوير. بعدين بعد الغداء العيلة هتتنزه في السيارة اون فواتير. قالت احنا هنعمل بعد الغداء بلاد اون فواتير في السيارة. طبعا البنتين دول اخوات طبعا، والدتنا زي ما قلنا قبل كده. سالي جو مابيل سامويل، انا اسمي سامويل وبسكن في مدينة نيس وعندي 16 سنة. جي سوي بيرن، انا قمحي كده بس عيني عسلي. جي نسوي باجرون، بس مش طويل، بس بعشق السير وان انا العب لعبة بابج. لا بابج دي المعروفة ما بينكم اكتر انتوا شوية. تيكو ان انت عارف انا بحب كمان الرسم، وفي المدرسة بحب المواد العلمية، الرياضيات والفيزياء والتكنولوجيا، وبعشق كمان الانترنت وببحث عن اصدقاء رائعين لاعرف حاجات من كل العالم، من كل البلاد يعني، من كل العالم. عنواني كذا، حط الايميل بتاعه يعني. بونجور جو مابيل كاتي، انا اسمي كاتي، عندي 17 سنة وانا سويسرية بسكن في زيوري وعاصمة سويسرا. انا طبعا شقراء وعيني خضراء وعندي اخت 10 سنين كلوديا، وجي سوي امبو تيميد، يعني انا خجولة شوية، شنو مكتوب، انا خجولة شوية. تري سبورتيف ورياضية، وبحب كتير القطط. وجي في دول انا تسيوب، بمارس السباحة 3 مرات اسبوعيا. جي موسيقى، كنت بحب سماع الموسيقى في الراديو المغنية دي، وقراءة المجلات للشباب. اكتب لي على كاتي نت سياش. سامويل بيسكن فين؟ قال لي طبعا بيسكن في مدينة نيس، يبقى في فرنسا. نيس نيس نيس، اوكي. كاتي بتعرف جيدا طبعا، كاتي قالت لنا ان انا بعرف سباحة، يبقى انا جاي تعوم. طب سامويل بيحب كتير ايه؟ سامويل قال لنا ان انا بحب كتير المواد العلمية، دي واحدة. بيحب كمان ان هو يبحث عن اصدقاء، يعني شيت عن الانترنت، ودي يمكن الاكثر عندنا. كاتي بتكون صغيرة، اجتماعية، كبيرة، رياضية. طبعا كاتي هنا رياضية لأنها بتمارس السباحة، دي واحدة. هي بقى ما قالتلناش أنا صغيرة وكبيرة، دي ما وردتش عندنا، بس يمكن هي كلمة سبورتيف رياضية هي الأقوى عندنا شوية.
طبعا صموئيل بيحب الحصول على اصدقاء، ماشي، انه يحصل على اصدقاء كتير. فكاتي طبعا عينيها خضراء، دي خدناها في الخطة. انت موافق او انت مؤيد للرياضات العنيفة؟ فانت بتقول ايه؟ طبعا بتقول الرياضات دي بتعطيني انرجي، يعني طاقة، ماشي. فوفو ليه اشتر؟ انت عايز تشتري خضروات. كاسكو فوديت، ماذا تقول الى البائع؟ طبعا انا هدور على كلمة خضروات. طيب كويس اوي، فهقول له 3 كيلو طماطم سيلفو بلاي. طب في طماطم غاليه اليومين دول. فوز اكسبليكي بوركوا، انت بتشرح لماذا ني بريني با لا جلاس دو جلاس، ليه انت ما بتتناولش الايس كريم؟ طبعا انا عندي الم في الاسنان. سهله قوي دي، ما فيهاش مشكله. فو كونسيي، انت بتنصح اخوك كيسي دي بلاس فيلو اللي بيتنقل على الدراجه، فهتقول له طبعا ايه؟ ماشي على البيست سيكلاب. بيست سيكلاب يعني ممر الايه؟ الدرجات. بعد كده فودي مونديا فوترا مين، انت بتسال صديقك عن مكان التدريب، فبتقول له ايه؟ فبتقول له التدريب فين؟ طبعا اللي هي اين انت، اين انت تتدرب. طيب انت بتستعلم عن السعه، فبتقول طبعا كلاغيتيل، سعه كام؟ جمله كلنا حافظينها. فوزي مي لا فوتوغرافي، انت بتحب التصوير، فبتقول انا بعرف التقط صور طبعا اللي هي جو سو بروندر دي فوتو دي فوتو. لو ميدسان طبيب فو ديموند سو كو فوز افي، الطبيب بيسالك انت عندك ايه، فماذا هو يقول؟ بيقول لك اين الالم. اللي بعدها جو في باسير، طبعا ده مستقبل. اسكات بارك، هنا زي ما انتم عارفين طبعا ده مكان، مكان مع فيرب باسير غالبا بياخد حرف الجر بار، وخاصة إذا كان بعده محدد. يبقى هو أنا بمر بالإيه؟ بحديقة التزلج. ما بيتيت يا صغيراتي كش، طب ما هو كش ده فعل ذو ضميرين اللي هو سي كوشير، وصغيراتي هنا متصرفة مع الضمير تي، يبقى كش توا. طبعا واضحة جدا عندنا إن تي ومي مستبعدين لأنهم بيجوا قبل الفعل. تي ده ضمير فاعل، ما ينفعش طبعا إلا في استفهام، ويكون الفعل متصرف معاه. Je n'aime pas les poissons. أنا لا أحب المشروبات. Poisson. Poisson. فرود. الباردة، لأن دي جمع مؤنث. لا سومين دورنيان، الأسبوع الماضي هم لاقي كلمة دورنيان، يبقى بتدل على البسيط. كومزي. هروح أبص على الفعل جاري كده ألاقيه بروموني، ده واخد تبعية. طب ده مش من ال 14؟ لا مش منهم، يبقى أكيد هو ذو ضميرين، يبقى نو نو سون بروموني. نو نو سون بروموني. انا بسال نفسي السؤال ده، واخد تبعيه؟ اه هياخد اتر قبله. طب هو من ال 14؟ لا مش من ال 14، يبقى هو ذو ضميرين، لان اللي بياخده اتر يا ذو ضميرين يا 14. او بي تي دي جونير، في الفطار جي ام مونجي، بحب اكل فروماج، جبنه. احنا عارفين ان جبنه دي كلمه مذكر، وكل اللي بينتهي باج فهو مذكر، مع ده كلمه بلاج وباج وايماج وراج وناج وكاج. بتاع سامي في ديسبور، يعني سامي بيمارس الرياضة. في سامي وفي اخوه، يبقى في مقارن ومقارن به، بس ما فيش كو في الجملة، يبقى تاخدها على بعضها بقى. يبقى تاخدها على بعضها مقارنة بقى وتونكو. طيب جي فواياج، انا بسافر. اون تي جي في، في القطار السريع. ما هو القطار السريع دي تي جي في اختصار لكلمة قطار سريع، وسيلة بقدر اخش جواه، ما فيش محدد معاها، يبقى تاخد حرف الجر اون. لان ايه الحروف الجر ما بتاخدش محدد؟ اون و ما بياخدوش محدد بعده. بار مع كلمه باتو وافيون بس ما تاخدش محدد، لكن مع باقي وسائل المواصلات تاخد محدد. في الجمله اللي بعدها تي ني فا با لا مير، الجمله منفيه. بسرعه كده بروح جري اخد على بوركوا خط وادور على الاجابه، الاقيها بارسوكو، يبقى انا صح. لان بارسوكو الرد بتاع كلمه بوركوا هي كلمه جراس ا وكلمه اكوز دو وكلمه كار وبور زي مصدر فعل. اكيتي اشيتسي كادو، الى من تشتري هذه الهديه؟ انا ما بشتريش الهديه الى. ده قال لي طالما هتنفي الجمله والجمله فيها نفي وفي حرف جر في اخر الجمله، يبقى واحده من الاثنين، يا ريا يا بيرسون. طب هو في الجمله كان قال ايه؟ قال اكي، اكي بقى بيرسون على طول، لان كيف تسال عن عقل. لا كومبانيا يعني الريف، ايه اجريابل بيكون مناسب، نو باغلو نحن نتحدث عن الريف، يبقى اون، لان بارلي زائد غير عاقل بياخد حرف الجر دو بمعنى يتحدث عن. طيب واحد يقول لي طب ما احنا نتحدث في الريف وتاخد جريج، والله ممكن صح، ما عنديش مشكله،
بس يعني ها الاستخدام الاكتر في منهجنا هو اون، ماشي. والمعنى بقى احسن هيبقى كده متسا ايه جونتي، ده كلمه مؤنث هنا اهي، يبقى سات على طول، لان احنا عارفين ان كلمه متسا وبومبيير مذكرهم زي مؤنث. فوني نيفيت با دو سيكليسم، الا تمارس الدرجات؟ قال له ده انا بمارس هذه الرياضه. يبقى بلى، لان السؤال منفي، يبقى الاجابه بالاثبات بايه؟ بسي. انا عارف القاعده الصغيره اللطيفه الظريفه السهله في الحل دي، يير امس ال باسيل اكزامان، هو اجتاز الامتحان. فيرب باسيل لو جه بعده مفعول مباشر ياخد افوار مش اتر، ياخد افوار مش اتر. جه مفعول مباشر، يعني ايه مفعول مباشر؟ يعني مسيو، يعني مفيش حرف جر جه بعده. طالما مفيش حرف جر جه بعده وجه بعده محدد وزاد اسم على طول او زمن، يبقى ده اسمه مفعول مباشر. بصير لو معناها يمر تاخد عتر، لو معناها اي حاجة تانية تاخد افوار. في الامتحان اللي بعده رقم 38، بونجور جو مابيل ستيفان، انا اسمي ستيفان. لا لو وبدرس في مدرسة بيير دو كوبرتان ا فونت رومو. لا كلمات غريبة كده، المهم دي اماكن كلها. ما فهمي عائلتي بتسكن في المغرب. الور موا، انا بسكن في المدرسه. بعد ما قال لي الحدوته الكبيره دي وان انا بروح في الحته دي، انا قاعد في المدرسه بقى، ده صعب. ولكن جيبو كودا مي، انا عندي كتير من الاصدقاء هنا. الور سافا، اذا الامور بتسير على ما يرام، وانا في قسم السباحه، يبقى هو في مدرسه رياضيه. نوزافو فانتر، احنا عندنا 20 ساعه رياضه و30 ساعه حصص اسبوعيه، يعني معنى كده عندهم 50 حصه في الاسبوع، بسم الله ما شاء الله. اما تقسمهم على خمسه يعني كل يوم 10 حصص. الويكند في عطله نهايه الاسبوع احنا بنعمل منافسات، وده متعب، ولكن انا بحب كتير الرياضه. فواسي بقى بيقول كوموسي باس، كيف يدور اليوم بتاعنا العادي. في الصباح بنبتدي يومنا بساعة 7 مع فطار خفيف كده، وجيكور بنجري من الساعة 8 لحد الساعة 16:30. لا انا عندي حصص جيكور، انا عندي حصص من الساعة 8 لحد الساعة 4:30 ضهر، 4:30 ظهرا. من الساعة بقى 5 لحد الساعة 7 ده ايه؟ ده بيبقى تدريب. جي انترينو، انا عندي تدريب. وساعة 7 انا بكون طبعا متعب جدا، باخد الدوش بتاعي وبتعشى في الكانتين، بتعشى في الكانتين، وبعد كده طبعا بعمل واجباتي لحد الساعة 9. بونوي، ليلة سعيدة سيدي في سيل دات ريبون ان سبور. ده صعب ان انت تكون رياضي ايه اليكولو في المدرسة مي، ولكن مدرسينا لطاف جدا وبيساعدونا كتير. طيب ستيفان عنده دو سبور بارسومان، هو قال لي انا عندي 20 ساعة رياضة، يبقى فانتور. الويكند في عطلة نهاية الأسبوع، صح كده؟ في عطلة نهاية الأسبوع ستيفان بيعمل إيه بقى؟ عنده منافسات، بيشارك في المنافسات. بارتيسيب آ دي كومبيتاسيون. ستيفان بيبتدي يومه بالبيتي دي جينير، الفطار. بيتي دي جينير يعني الفطار. بعد كده ستيفان فا أولي، بيذهب إلى السرير الساعة 9 مساء. أن فيغ دو سوار. ستيفان بيسكن على الكل في المدرسة. المدرسين ستيفان بيكونوا لطاف جمال حلوين لزاز عندنا. بونجور سارة، سي هنا نو بريبارو لا فيت دو باك، احنا بنعد لحفل العيد الفصح. هذا صباح جي سويز اللي انا ذهبت مع والدتي لشراء البيض بالشوكولاته للاطفال، والدي راح يشتري الحلويات والجاتو من محلات لابوار. طبعا اخويا جوليان ايطالي ذهب للتسوق في الهايبر السوبر ماركت الكبير بتاع كارفور ده. جيستا كوتي دو شنو، تقريبا جنبنا كده. زوجي بقى ادجار اخذ سيارته لشراء الديكوراسيون عشان نزين الحديقه بتاعت الفيلا، حيث سنحتفل في المساء.
Mes petits enfants, أطفال الصغيرين, sont allés avec leur tante, راحوا لعمتهم ولا مع عمتهم ماريا للمخبز لشراء الباجيت العيش الطويل الفينو ده. Ils ont pris le vélo, هم أخذوا الدراجة. جاتي دو تي فوار بيانتو, يعني أنا متعجلة, أنا مشتاقة لرؤيتك قريبا في مدينة نيس. بور فير انسومبل لا برومونان, عشان نعمل سويا النزهة بالمركب اللي احنا بنعشقها على البحيرة. انت انسان ان كولو فرونسي, لسه بتعلمي فرنساوي في الجامعة. ترانسمي, صبحي لي على العيلة بتاعتك في الجزائر. سارة بتكون مالها بقى؟ سارة بتكون بروفيسور, مدرسة, بس هي مدرسة طبعا. العيلة سوف هتعمل حفلة في الميزون, في المنزل. Les enfants, الأطفال, sont sortis avec, خرجوا مع عمتهم, leur tante. Les enfants aiment manger, الأطفال بيحبوا يأكلوا الشوكولاتة. بيض بالشوكولاتة فبيحبوا ياكلوا الشوكولاتة. ليلان وسارة فون ام برومونات, هيعملوا نزهة بالمركب طبعا, اون باتو يعني بالمركب. سارة بيتا, سارة بتسكن في الجزائر. بعد كده بتنصح صديقك او اخوك الصغير قبل ان ياكل, فبتقول له اغسل يديك, لاف توالي ما اغسل يديك. فودي موندي, انت بتسأل صديقك كومبيادو توم بيل ساوند ترين, كم من الوقت يتدرب؟ فهو بيقول لك ما بين 3 ل 4 ساعات, اونتر 3 اي 4 اير. فودي موندي, انت بتسأل صديقك عن رأيه عن الريف, فماذا تقول له؟ فبتقول له ما رأيك او ماذا تعتقد عن الريف, لا كومباني. الجملة اللي بعدها, تريد شراء ايس كريم بالشوكولاتة, فماذا تقول؟ بتقول يجب ان انا اروح عند الحلواني او مر على الحلواني. فودي موندي, انت بتسأل صديقك لماذا هو يأخذ اسبرين, ليه هو بيتناول اسبرين؟ فبيقول انا عندي ألم في الرأس, جمالالاتات. الجملة اللي بعدها, فوني مي با, انت ما بتحبش الجبنة, كيسكو فوديت, ماذا انت تقول؟ فبتقول طبعا انا لا افضل او لا احب منتجات الالبان. الجملة اللي بعدها, فودي كريفي لو تومب, انت بتصف الوقت او الطقس في الصيف, فبتقول طبعا لو تومب شو بارتو, يعني الجو حار في كل مكان. فوز اكسبليكي دو لا ناتير دو ترافاي, انت تصف طبيعة عمل الحكم, كيسكو فوديت, ماذا انت تقول؟ فالحكم بيعمل ايه؟ طبعا هو بيدير المباراة او بيحكم المباراة, الجاج ان ماتش. اللي بعدها, او اليفو بور فير دو لا بيتونك, طبعا عشان كلمه بيتونك الكره الحديديه مؤنث وفي فير, فهناخد دولار على طول. كاسك تي بوا, ماذا تشرب؟ قال له انا لا اشرب شيئا, اصلي هنا كاسك موجوده في الجمله, وكاسك دي بتتنافي بريان. طيب ايار يعني امس, وامس دي بتدل على الماضي المركب. مونيكي فريقي, انا عايز بقى جمله متصرفه صح في الماضي المركب, اللي هو ابوار زائد اسم المفعول من فعل, او اتر زائد اسم المفعول من فعل. فهنا مونيكي فريقي فاز بالمباراه. اونيتي دورنيير, في الصيف الماضي, ده برضو ماضي اهي. جولي اي, جولي ده اسم بنت, فهتاخد تبعيه, اسم المفعول بتاعها هياخد تبعيه او زياده اهو عندنا, فهناخد عليه لان جولي ده اسم بنت. رحله بالطائره اي انتريسونت, يعني تريز انتريسونت, شيخه جدا. طب ليه اخترنا تري؟ عشان بعدها صفه. طبعا انا بستبعد بوم, بستبعد بكودو, عشان دو دايما بيجي بعدها اسم قبل العدة او التجزئه, وهي كلمه اسيدو. جان فات سون انيفرسير, يعني جان بيحتفل بعيد ميلاده. جيفالون فاير, انا سوف ارسل له زهور. طب اشمعنى قلت له؟ هات كلمه جان وحطها بعد اون فاير, فهتقول انا ارسل الى ها جان. فجان هنا عاقل طبعا, وفيرب اون فاير بياخد حرف الجر اه طبعا مع العاقل, فهناخد لوي عشان عايد على مفرد. دون زينير, في خلال ساعة, يبقى ده بيدل على المستقبل. المستقبل بيتكون من الي في المضارع زائد مصدر فعل, طائرة باريس فا بارتير, خدت الي زائد مصدر فعل, وما فيش غير ها في الجملة كلها. تيسور توجور افيك تيكوبا, ببص كده لقيت كلمة توجور جاري هيسألني في النفي كده, فقال لي ايه ها
نو جيني سور افيك. ده حط لي افيك، واحنا قلنا قبل كده لو لقينا حرف جر في اخر الجمله في جمله منفيه يبقى ما فيش الا اثنين، يا بيرسون يا ريان. طيب انا لا اخرج مع شيء ولا لا اخرج مع احد، فهي طبعا احد لان هنا عايده على كلمه الايه؟ الاصدقاء، فهناخد كلمه بيرسون. ساره ايه؟ اما الاقي فيرب اتر اكيد في نقط بعدها صفه بعدها كو، يبقى هختار حاجه لا فيها دو ولا فيها كو، يبقى ما فيش غيرها موا. يعني بتكون ساره بتكون اقل تخنا بدانه من اختها. انصحك ان تاكل اسي دو، ظرف كميه كلمه اسي فبيجي بعدها دو او دو ايه ابوستروف. جوليان ام لي برودوي، انا عارف ان كلمه برودوي يعني منتجات، ومنتجات دي كلمه مذكر وهنا جمع، يبقى سيرجي لي مجمده. مي بارون والدي لافيون، والدي هنا جمع يبقى هتاخد فعل في اخره او ان تي، على اساس والدي بتساوي ضمير الى بيك اس. ما فواتير تامبان، يعني سيارتي معطله جدول لا ريبارير، يجب ان اصلحها. طبعا انا بستبعد هنا الوي لان الوي بتاعت عاقل، اون مش هتماشي لان انا بصلح السياره، لو طبعا عايده على مذكر هنا هتبقى عايده على مؤنث. زي ما اتعودنا مع بعض الامتحان رقم 39 ده واجب، هراجعه كويس جدا 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 وابتدي اشوف الحل بتاعه وراجع الحل بتاعه، لو في اي ملاحظات قوليهولي عليها على طول. تنويه صغير، يمكن انا بتاخر في الرد شويه على اساس ان يبقى الفيديو انسمع فاسمع اكتر من وجهه نظر، ما بردش بسرعه شويه معلش. تنويه كمان مهم جدا، ان احنا طبعا شغالين من اكتر من كتاب وشغالين اكتر من اتجاه وشغالين في اكتر من مكان، فده طبعا لضيق الوقت. فها وبرغم من كده بندي مرسي طبعا المساحة الاعلى لانه الكتابنا المفضل اللي دايما بنشتغل منه وعلى طول دايما بيبقى سابقين في كتاب مرسي. لو بصيتوا الكتب التانية هنبدأ نشتغل من المعاصر الحصص القادمة بإذن الله، فلو حد معاه المعاصر يجهزه انه في افكار كويسة جدا. مرسي بورفو اوروفار الى بروشان فوا.